السلام عليكم. شو بدك؟ تم افتتاح المحمية بارتفاع 4 متر مساحة 200 متر طبيعية للذئاب البرية. أبي ألعب لك. وش أنت شو مخلي بجيبك؟ شو مبيه؟ كل شيء معك عارف. فازع لأخوك. لا لا قعدي عنود. هذا بعد الذيب هيك يبغى وياك. يلا تعال. هاجون. هم شوف شاف انك جبان. اي عبانك وعاني. لا تخلي هذا جيبه ما. لا شوف اسرع. يلا بس اقدر. شوف. ها النعية. الذيب ياكل حشيش طلع ياكل يعقوب يريد ياكل يعقوب. الذيب ما ياكل حشيش. ذاك اليوم بالمقطع تقول لي بياكل حشيش. ايه والله طلع حشيش واسوي صخر. والله ياكلك ما يصير. هلا 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 ارجع انا. شوف كش ما صار. لول. في حيد ابوك؟ تعال تعال. تعجب. بويا انا ذاك اليوم مني انس مره تذكر من الذياب. لا تبوس انا عشان بس. عنود قل لها خد بوسه قل لها. عنود بوسه. بوسه ما تجري بعد روح فريع قواسي بوسه حبيبي هلا بجيتك هلا بجيتك من الساعة فزعت لها من يعقوب وشوف شلون جت الشكر من يمي شو فزعت لها عفوا 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 اي اي تخاف من يمه؟ انا ما اخاف من يمه. لا تشيل بابا. لا. لا تخاف من يمه. ليش يا قطة قال لك؟ قال لك ولا ايش فيك تعال ايش فيك؟ بس فهمني ايش فيك؟ ها؟ ذيك المرة عشان يجرب بروحه. هلا صعدت الليل. هي بطولة هي جون. هسه هن مثل ما يشوفون متابعينا الاحبه يعني هن مو هسه مو بحالنا نهائيا يعني مساحه يعني من السجن الى مساحه واسعه مثل ما يشوفونها هن هسه متونسات اذا المساحه احنا ايش سوينا ناس كبيره وهن عايشات بالشواجه مساحه كبيره هسه بعدين اليوم يومين ياخذن راحتن بهاي المساحه لما يتعبن تعلما على هاي المساحة فصير عندهم شغلة اعتيادية شوف راح يبرد من يروح هاي المساحة 20 متر يروح 20 يرجع 20 40 متر فيتعب وهذا اللي يعني اللي يشوف هسه بهذا الشكل يقول عليهم يعني ضعيفات لو هذا لا بالعكس هذا الفروة يبدلها فصل الصيف يعني فصل الصيف يذب الفرو مالته زين وشهر العاشر يبدي يبني الفرو مالته زين هذا بدا نهايه الربيع يذب الفرو مالته وهذا فرو جديد شوفون يطلع يصير والذئاب اللي يعني بالدول الاوروبيه يشوفونها شعر كثيف طبعا الكثافه مال الشعر عنود
حسب المنطقة، إذا كان الجو بارد فمن الله سبحانه وتعالى تصير فروة كثيفة يدفى بها من البرودة، يعني دفوة له. كل ما يصير احنا جونا حار بالمناطق السعودية مثل العراق مثل الكويت، شو نصان به؟ انا بوسه بوسه والله بوسه 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 انا بوسه. ليش تبوسني وما تبوسي ابوي؟ وما تبوسني تبوسني ابوي؟ لا انا ليش راح مع المرة على المصور. المصور بعد بس يحصل بك مجال، خاف من يمهن تلعب الا لعبا فيك لعب. يلا طبعا تختلف لان الجو مالتهم بارد. تعال اجي تعال لا تحاشينا ما يغوز من يمك. شي مالتي ضعي هنا دبي. لا تخافني يا ما خلي المصور. انت ليش تخاف؟ لا متابعين صدق ولك وين حضرتك؟ بديش دعشة يا ابني. عبرني شلون دريت؟ قعدي انت انا قلت طلع لي العض. يلا طلع لي اياها. طلع لي اياها خليني اشوف. طلع ما تعضك يا ابوي. هي هاك هسه شوف خالد تعض. هاي ما هي تلعب. شوف ما تعضك وهسه لا هاك شوف شوف جون خلنا نشوف العضه مالتك. ما ادري المصور قام خاف علي بعد. لا تطب عليهم اطوي عشان انا اذا تحبيني وتعزيني لو اني قلت لعروضي اجيبها لك اكبرها بعيد خليه يدور عني. عنود الكعكاف عوفي الله عليك عوفي. هذا حظينا اذا تردين حظينا. شو استفاديت من يمك؟ ايش عبيت؟ ايش استفاديت؟ هو احنا عنود بعدين اللي جيب لك اكل ماي. اي يا اللي تطيك اكل واحنا ترد تجي لا ترد تجي مع المصور علي. مصورين جبانين يعني اللي ورا. تعال حبيبي حبيبي ولا خاتل ورا امك حبيبي وما ادري هني يا تعال. هلا بنعزيك. هلا اللي هو شنو اللعب مالت؟ هو اللعب مالت تعب بس هو ما جاي يحضن بصوره يعني هذا هيك كلاوات يعني. هاي ولدي يعضك يا خليك طاحه بالنص ما يعضك. لا ما هن ايه. لا جون عنو تعال حبيبتي تعال تعال شنو تلعب كركات الحسن؟ روح هناك كركات خلي العب عليك وانا وياك والله ما خليه يعضنا. يعقوب انا دافع لك تعال انا دافع لك طبعا. شوف شلون تتربص يا يعني. شوف صور علي صور علي صور علي صور علي عنود تريد تعضيني؟ تعال عضيني انا مكان يعقوب. لا 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 عنود ما يصير عنود الخاطر الخاطر لا تعب عوفي. تعال تعال يا عقوب تعال المصور لا تطقه مو يتوحش. عوف عوف انا اخر انا اخر. بص يلا تراضينا تراضينا عوف نسحق. ها ايش حاس بالك؟ ها وانت هسه اما مطلق ويا عاد مطلق ويا عاد. ها يلا تعال
هذا بعد شلون الطفل اللحمي فيحب يعني رجعنا على الطريق العض لانه سوى عمره سنه حد هاي اللحظه. اتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو، انتظرونا في حلقات قادمه ان شاء الله تنال اعجابكم.